لو الحكايه فيها ان فيتو مش عارف شو الزاويه بقى لي بتاع 7 سنين ومساعد صيدلي حوالي مثلا 5 أو 6 سنين بالظبط. طبعا كان مش شويه ناس الصيدليه حياتهم طبعا ضايعه خالص، العلاج كان غالي وما كانوش يقدروا يجيبوا العلاج. فجت الفكره مثلا من حوالي سنه كده او سنه ونص نجمع العلاج ودي الناس الغلابه دي. فربنا كرم الحمد لله جمعت شويه، عملت اكونت على الفيس الاول بس اسم الصفحه الصيدليه المجانيه بوضعت العلاج ببلاش على الفيس، والحمد لله في اول اسبوع اسبوعين جمعت كمية كويسة من الأدوية في البيت عندي. ففي ناس كتير حضرتنا كده ما ينفعش مخالف من دماغ أدوية تأمين صحي. فدورت على الأقرب جمعية ليا، فالحمد لله ربنا كرمني بالمكان دوت مع صديقة، شفت مكان وفتحت صيدلية رفوف وخليتها الحمد لله صيدلية كاملة متكاملة، أدوية تلاجة كانسر كل حاجة الحمد لله موجودة. بتوزعوا الأدوية على المرضى اللي بره منطقة إمبابة إزاي؟ لو في المحافظات عن طريق مثلا المواقف بتاعت عبود والمترو، الحمد لله ربنا كريم بنوزع ادويه من اسكندريه لاسوان الحمد لله. طب بتجمعوا الادويه ازاي؟ اغلب الادويه بتوصل لكم ازاي؟ بتروحوا تجيبوها ازاي او الناس بتجيبوها ازاي؟ انا برضه بروح استلمها سواء برضه محطات المترو، حد بيجي لي هنا نقابله في وسط البلد، انا اللي بستلم الادويه تمام وانا اللي بوزعها. طب طريقة فرز الأدوية، في أدوية بتبقى منتهية الصلاحية، في أدوية بيبقى باقي لها أسبوع أو أقل. الأدوية اللي خلال مثلا شهر أو شهرين فاتوا اللي وفر لها شهر أو شهرين مثلا بنقفلهم على جنب وبنرميهم بنعدمهم. أنا ده الصادق رئيس جمعية المبنى صادق الخيرية في إمبابة. الفكرة جات لنا والله من سنة تقريبا في حين ارتفاع الأسعار العالي قوي، الفترة اللي ارتفع فيها الأسعار الأدوية بشكل غير عادي. لان فعلا في ناس، بالنسبه لي كرئيس جمعيه وبتعامل مع ناس فقراء ويتامى وحاجات زي كده، فبقيت لامس الموضوع. الناس فعلا محتاجه الموضوع ده، عايزين علاج مش عارفين نجيب علاج. في ناس تيجي تعيط وانا معيش حقنه البنسلين اجيبها او معيش علاج السكر، الحاجات الاساسيات معيش، لا معيش. ففكرنا قلنا طب وليه ما نستغلش الموضوع ان احنا نروح مثلا كل بيت نشير الموضوع ده ونقول مثلا اي واحد عنده علاج في البيت زياده، مثلا ابنه لا قدر الله تعب العلاج عنده زياده، بدل ما يتحط في الثلاجه ويفضل لحد ما يبوظ ويترمي، لا هاته لنا هنا. الفكره بدات من هنا، يعني كلمات بسيطه، الموضوع وسع، بدات الناس تستجيب لنا استجابه طيبه. انا الله بارك عندي يعني كنتين الاعداد بتبقى غير عاديه، القبول الناس تشتري تاخد العلاج ده مجانا، الفكره غريبه يعني. بفضل الله الفكره عجبت ناس كتير قوي. طيب كنتوا بتوصلوا الدواء للناس ازاي، او بتصدقوا ان الناس دي اصلا مش تعبانه ازاي او مش فقيره ازاي؟ والله احنا بصي اصلا انا كان نيجي نعمل بحث على حاله، عشان الحاله عندي جمعيه فقراء او يتامى او ما شابه ذلك، لازم اعمل لهم بحث كامل واتاكد فعلا الحاله دي فعلا محتاجه. فدلوقتي مريض جاي لي ابنه تعب دلوقتي وده للدكتور، اقول له استنى العلاج لما اعمل لك بحث، وطبعا ما ينفعش. فاحنا كاتبين والله ده يا جماعه الرول قدر انت بقى انت و... يعني ما اقدرش اميز ده من ده، مش قادرين نقننها.